المشرشر بتاع الكولة بتاعت الكرسي بتبوظ والكرسي بيبوظ معاك. تمام، هنبدأ نفك الصواميل ديت اهيت. تمام اهو، زي ما احنا شايفين هنركب اهوت اهو. بص بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم اخوكم السيد كشكوشة، متخصص في صيانة الدراجات. اهلا بكم جميعا. النهارده معانا حلقة جديدة هنتعلم فيها تغيير كرسي العجلة أو تغيير كرسي الدراجة الهوائية. بس يا ريت قبل ما أبدأ شرح عملي بناشد كل الناس اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناة، يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. الحلقة اللي معانا ديت طبعا هنتعلم فيها تركيب كرسي العجلة بالطريقة الصحيحة، ازاي تقدر تركبه من غير اي مشاكل ولا كرسي جديد يبوظ منك. طبعا هنحتاج في المرحلة ديت مفتاح 13 ومفتاح 14 عشان نحل الكرسي القديم ونركب الكرسي الجديد مع بعض. خلينا واحدة واحدة. اول حاجة معانا هنجيب المفتاح 14 ونحل الصامولة بتاعة الكرسي اهيت اللي تحت. طبعا الحل شمال زي ما انتم عارفين اهوت، شمال اهوت، شمال اهوت. تمام، خلي الصامولة خالص لحد ما الكرسي يبدأ يلف معاك. تمام اهوت، برضه هنحل الجنب التاني برضه عشان يبقى الصامولة مريحة معانا اهوت اهوت. كمان وابدأ الف الكرسي كده يمين في شمال زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجة الفه يمين في شمال اهوت واسحبه لفوق. تمام، حتة بحتة كده لفوق لحد ما طلع في ايديا اهوت. ودي الكرسي القديم هنستبدله بالكرسي الجديد اللي معانا. تمام، طبعا مشاكل الكرسي معروفة وهي الكولة بتاعته، ان الكولة ديت بتلف على الفاضي، يعني سن المشرشر بتاع الكرسي ده بيتاكل وبينعم بمعنى صح يعني. فاحنا فبالتالي الكرسي بيبوظ من العجل. وفي حاجة طبعا تقطيع الجلد ده ممكن تجيب له كسوة تانية، فمش مشكلة لان طبعا في الحلقة ديت هنغير الكرسي معانا. هنجيب الكرسي الجديد اهوت. طبعا اهوت دي كرسي بي ام اكس، ونبدأ نفك الصواميل بتاعته واحدة واحدة اهوت. تمام، في ملحوظة بقى لحضراتكم برضو، طبعا الكولة ديت في كولة بتيجي يعني عشان لما تيجي تركب كرسي نوع تاني، او مش لازم شرط يعني الكرسي ده، بس انا حبيت اعمل الحلقة دي يعني اشرح فيها الكرسي كله. يعني في ما تلاقيش اللي هي نقطة التثبيت بتاعت الاكس اللي هي الشافة ديت عشان الماسورة بتاعت دي اخرها بيقف هنا. فانت ممكن تركب الكرسي كده، بس عشان تركب الكرسي كده لازم تكون الماسورة بتاعت الكرسي في منتصف الكرسي بالظبط. دي اهم حاجة معانا عشان الكرسي ما يلفش يمين او يجي شمال لقدام او يبوظ، او بالتالي لما الكرسي يروح يجي على الفاضي كتير المشرشر بتاع الكولة بتاعت الكرسي بتبوظ والكرسي بيبوظ معاك. تمام، هنبدأ نفك الصواميل ديت اهيت. تمام اهو، زي ما احنا شايفين هنركب اهوت اهو. بص واحدة واحدة اهو، بص كده الكرسي ركب اهو. هنبدأ نحرق السنة بسنة خفيفة كده بإيدينا. أنا بشرح بالتفصيل يعني، أنا لو بقفله مش هياخد دقيقة معايا، بس أنا عشان حضراتكم برضو تستفيدوا من الشرح بتاعي. تمام اهوت اهوت. تمام، يا ريت الناس اللي لسه مشتركتش معايا يا ريت تشتركوا في القناة ويفعل لنا زر الجرس. هنبدأ نربط مفتاح 13 اهوت اهوت. تمام، اهم حاجه تظبط الكرسي يعني لا يكون عالي من ورا ولا واطي من قدام. يعني انا بصح يعني ان هو يكون يعني مثلا عالي من ورا سنه، عشان انت المعادة اصلا بتضغط هنا، انت حضرتك بتضغط هنا، فلما يكون الكرسي عالي سنه هنا يريحك في يريحك في الكوب جدا يعني. دي بعض الملاحظ اللي انا بشتغل فيها وبشرح فيها العجل كتير، بشرحها وبعملها في العجل بتاعي. بحرق بقى المفتاح 13 جامد اهوت. تمام، حرق جامد خالص اهوت. تمام، لحد ما الكرسي معاك يبقى جامد. حرق هنا تمام في الجهة دي كمان اهوت. تمام اهوت اهوت، لازم تحرق جامد ويكون الكرسي مربوط جامد اوي اهوت. كمان اهوت
وكده ان شاء الله هكون خلصنا الحلقة بتاعتنا. وبناشد الناس اللي بتشوف الفيديو بتاعتني يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.